اذا نبداو الحلقه مع الضيفه ديالنا اللي جاتنا من لاسويس معنا سوكي. كديره اختي سوكي لاباس عليك؟ لاباس بخير وانت صافا؟ الحمد لله بخير وشكرا لك بزاف على قبول الدعوه ديالنا. انت جيتي من سويسرا بعدا شحال دابا؟ شي 3 دايز 3 دايز الكازا. جيتي الكازا نيشان يعني ديريكت؟ كيفاش الكازا مزيانه؟ وليت فين ما كنجي تنجي الكازا. عجباتك؟ عجبتني بزاف كازا زينه. كازا نيغرا. انا بغينا نقربوا شويه للبيبليك اللي ما كيعرفكش، اكثريه في المغرب ما كيعرفوكش بزاف. بغينا نقول لك شكون هي يا سوكي. سوكي ارتست في سويسرا. مشيت فاش كان عمري 7 سنين، كبرت تما، قريت تما من صغري وانا في لا ميوزيك. ولكن فوقاش لانسيت في لا ميوزيك عندي في 2017 كنت درت اول تراك ديالي 2017-2018. اول تراك كنت خدمته مع سان فارغ رابور تونيزيان. درنا تراك الاول نونو اللي ضرب وقع على شي 50 مليون وقع على شي عليه فيو. تبارك الله ما ساهلاش 50 مليون في يوتيوب. صح. صافي من تما كنكمل الموسيقى ديالي. كيفاش جا داك التراك بينك وبين سانفارا؟ كيفاش عرفتي سانفارا؟ حيت انت معروفه في تونس اكثر من ما معروفه في المغرب. سانفارا كيعيش تما في لاسويس معايا ياك. سو كان واحد لامي ديالي كان درنا اون كونتاكت، كنت مشيت ودرت انا وياه في الاستوديو، درنا دي فايب، درنا توب لاين تا 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 تا، درنا واحد ثلاثه ولا اربعه تاع هذوك التراك. ومن بعد في الاخر اختارينا، قلنا انا هو، قلت له هذا اللي غناخذو. درناه في 3 الصباح في واحد لاكاف تا جالس والضو ما كاين، شو الكابلات مخربقين و شي استوديو محشر و سبايدر هاف تا كيفاش شي استوديو محشر زعما هي بحال فهرس. دابا انت ما كتفهميش دابا المصطلحات تاع كازا بزاف. لا راه خصك تعلمني واش عشان تجي لكازا خصني نتعلم البلانات وداك الشيء. نكتب لك نصيفط لك ميساج فيهم الكلمات الجديده، حيت في كازا كل شهر كتخرج كلمه جديده. هو راه خصك تعطيني ديما هذيك ابديت، فهمتي؟ انت مني مشيتي واقيلا خليتي كاينه الساط والساطه. كاين الساط، كاين تيتيز، كاين بلانات، كاين تويجيات، لعيبات كاين. المهم دابا داك الرابور سانفارا اللي هو رابور تونسي ياك، شنو هي العلاقه اللي كتجمعك معاه من غير الراب؟ حاجة من غير الموسيقى والو. سينو تنعرف مرتو، كان مرتو صاحبتي. سينو حيت بزاف الناس تيقولوا بلي راك انت شي مع شي علاقه معاه نورمالمون، شي شي يقولوا الناس شي بزاف، ولا حتى واحد لقيتو ولا كشوفوكم بزاف مع بعضياتكم وقال قالوا هادو معاهم عندهم شي علاقه بعضياتكم. سي نورمال، لحقاش درت انا درت معاه دي شوكيز، درت معاه مشينا لتونس، كانوا هذوك الايامات فاش خرجوا التراك الاول كنا الي غوتور الي غوتور، باسكو درنا نونو مور نونو، درنا ما سيتي مور ما سيتي، درنا جالاكسي. سو هذيك لا بيريود بين نونو وما سيتي كنا ما كنديروش. انا سمعت غير نونو وما سيتي هما اللي سمعت. هو جالاكسي عاد خصك تسمعها، يلاه خرجت واحد 6 شهور دابا. اللي بغى يقلب عليك في يوتيوب يدير سوكي سوكي الشايك. سوكي الشايك يدير سوكي شايك في يوتيوب باش يطلع عليها. يدير سوكي يدير سوكي باي باي، عندك واحد التراك سميتو باي باي بعدا كاينه عجبني بزاف. هذاك عجبك بزاف ياك؟ التراك هذا باي باي شفت فيه واحد واحد التمثال تما ديالك، واش هذاك في غير ولا غير 3D؟ هذاك 3D ولكن بزاف الوقت باش خدموه. سو هذوك خدموا لي الجروب ديال اوت سولوت، نعطيهم بعدا تحيه كبيره. نديم اوت سولوت غيفهموك، هما كيهضروا باش كيهضروا هاد اوت سولوت. اوت سولوت هذا ستان جروب مخلط فيه كل شيء، فيه مصريين، فيه سويسريين، فيه باش كيهضروا هما هضروا المانيا المانيا صافي لهم شي ديكاست المانيا. اوت سولوت دانك خدا سير من كليب كماخت هاند فيرد باي باي اونت مير ردت فيتا تسامى شوف اونت. ودابا ما عرفتش واش درتي لهم ديكاست ولا عايرتيني هنايا. هو راه تقدر هاك ولا هاك. واحد دابا شي ديك تهضر معايا بالالماني داك الشيء اوش لاخ. دابا راه جوجل ترانسليت ما غتلقاش هاد الهضره اللي قلت لك. علاش؟ لحقاش حنا كنهضروا سويس المون. سويس المون بحال كتقول العربيه والدارجه، يعني ما تمشي لجوجل ترانسليت ما غتخرجلكش. هي عايرتيني، هي عايرتيني باينه باينه هي عايرتيني. ولا درتي علاش؟ راه ماشي غير هي اللي كيعرف هاد اللغه دري كومونتير لنا يقول لنا واش عيراتني ولا بصح درت لهم ديديكاس باش نعرف. اوكي داك الكليب يعني هما خدموا معاك هما اللي خدموا لك داك التمثال 3D؟ خدموا الكليب كامل، خدموا الكليب كله، خدموا الاوف وهذاك ديال ما عرفتش واش شفتي فاش يلاه كيبدا الكليب داك اللي في المغرب. اوفو في المغرب الرايه الدرابو المغرب هذاك. المهم داك الشيء هذوك هذوك الاليان داك التخربيق بقاو فيه هما راه خدامين فيه شي خدامين فيه ما عرفتش راه واحد 3 ايام ولا 4 ايام هما خدامين في داك الشيء. مشينا صورناه بين سويسرا وطاليان.
سوايع حنا كنصوروا في التورناج. داكو تلاحظ ان في الكليبات ديالك فيهم بزاف ديال الاغراء، واش انت كتعمدي انك ديري هاد الاغراء في الكليبات ديالك باش تجيبي لي فيو؟ شنو فيه؟ فيه الاغراء. شنو الاغراء؟ الاغراء هو يعني كتبيني شويه المفاتن ديالك. شنو هما المفاتن؟ المفاتن هو الجسد يعني، وما جاوا الجسد الجسد. بادي. انا هكاك. انت عاجبك راسك؟ انا هكاك. انا طلع خرجت مع البنات انا هكاك ديما هكاك. مشيتي بعيد كاع انت راه في الكليب ديالك راه بنتي بسوشيال مات. هو داكشي اللي تيفهم لي راه غيفهموا لي ما تيفهموش. لا انا ما عنديش اشكال، داكشي كيبقى حريه الجسد ديال داكشي دابا. لا هذيك راه انسبيراسيون باسكو انايا واخا هكاك مازال اولد سكول، مازال في الليل كيم عليا. ولكن هذوك كيبقاو مراكنا، حنا تيقول لك في التقاليد ديالنا المغربيه تيقول لك لا بنت مغربيه ما خصهاش دير داكشي. شنو ما ديرش؟ علاش ملي كتمشي للبحر شنو تيكونوا لابسين؟ هو كاين العرى، ما كاين العرى في البحر. وي سي سا. باش تعرفي واحد التناقض عندنا في المجتمع. دابا سوكي مع من كتخدمي دابا انت حاليا؟ دابا خدامة بوحدي مع الدراري ديالي ديال تما ديال سويس، بروديوسور ديالي، عندي لي بيت ميكر ديالي، عندي لي بروديوسور ديالي، كلشي ديالي. دابا خدامة غير معاهم، قطعت مع كلشي، حيت من كلشي لحقاش كانوا طاري لي مشاكل بزاف، كانوا عندي مشاكل مع دي ليبل، كنت ثانية جوج مرات كونترات مع شي وحدين دي لابيل، الأولين الحبس، والثانيا القبر. شكون هما هاد الاولين اللي داروا لك الحبس؟ ما نقدرش نقول لك شكون، مي انا كنحتار من الخصوصيات، بغيت نقول لك ماشي نقول لك شكون، ولكن راه معروف. شنو ملي قلتي الحبس اشنو كان في هاد الحبس هذا اللي هو الكونترا مثلا بحال هاد كونترا؟ فاش صححت انا فاش سنيت الكونترا ديالي مع المحامي ديالي وكل شيء، كانت كونترا نقيه فهمتي، ميم المحامي ديالي تما كان في سويسرا قال لي اتس كلين مزيانه، غيديروا لك كل شيء، غيعطوك بون بخي تا 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 زعما تي اورغانيزو لك لي فيت، تيخلصوا الكليبات هذه هذه هذه. في الاخر حاجه اخرى ولا في الاخر فاش سنيت الكونترا، فاش شدوا الكونترا في يديهم داروا لي هذيك اللعبه ديال الو مش ناقه نو باريز هير. اوه صافي ما بقاش يجاوبوا كاع في التليفون، ما خدموا معاك والو والو، يعني قتلوك شحال كان في هذوك هادو الثانيين. اما الاولين حيت انت كنتي غاده في واحد الوتيره واعره في الاول، كتسمعها 50 مليون تاع لي فيو، 30 مليون ديال لي فيو. لحقاش كنت بوحدي. كنتي بوحدك؟ سومي كنت بوحدي وكنت فوكس غير الموسيقى وتندير تراكات اللي كيضربوا بصح. مي فاش جات هذيك الكونترا هذيك عام ما درت والو، قتلوك عام ما خرجت حتى حاجه، جلست ديبريس جالسه في الدار تنبكي، من بعد نط من بعد فهمتي. المهم اوكي دابا انت باش كتنصحي الناس اللي دابا حاليا كيقلبوا على راسهم، ما كرهتش يقول لك انا ما كرهتش شي لابيل تسيني معايا؟ ما يسنيش لا 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 سناتم شي ليبل فاش يقدروا قلت لك انا رديت محامي راه محامي ديال بصح يعني ديال تما وعارف، وهو قال لي راه كونترا كلين مزيان. باغ اكزومبل كاين واحد البوان غنوريكم واحد البوان غير صغير، باغ اكزومبل هما كاتبين بروموشن ياك، فاش نسني معاهم زعما يقدروا يديروا لي بروموشن. فاش سنيت انا الكونترا ياك كاتبين غيديروا بروموشن، غيديروا بيبليسيتي وغيديروا سبونسور هذه فاش كملت فاش سنيت معاهم، فاش تنقول لهم سبونسور فينا هي البيبليسيتي اللي درتو ليا، التراك مازال ما تحركش باقي، هو مازال والو يعني، هذيك 100,000 200,000 هذيك راه غير من لي فان ديالي ديال انستغرام، من البوست ديالي ديال انستغرام، ها هي زعما تراك اوت ناو هذه. قلت لهم الشيء الاخر ديالكم نتوما اللي قلتوا غتخلصوا ليا سبونسورين، ما خلصوا لك والو. شوف كيفاش غيدوروها لي. شنو قال؟ لا قال لك راه مكتوبه سبونسورينغ لداخل، ولكن الا لا صيفطي لنا انت الفلوس باش نخلصوا. ياه yeah. دابا فهمتي سي هادو هما لي بوان اللي يقدروا يحشوا. هاد اللابيل اللي تهضر عليها دابا انت شنو؟ واش لابيل مغربيه ولا سويسريه ولا منين؟ مخلطين، كاينه لبنانيه، كاينه فرنساويه، كاين داخل فيها فرنسا، داخله فيها امريكان. يعني تا الكوار تا هما فيهم القوالب. ماشي كوار عرب ولكن ماشي مغاربه. عرب ولكن ما مقيمينش في المغرب. ياه yeah. داكو. يعني كتنصحي الناس انهم بلا ما يمشيو يسنيو شي كونترا؟ لا يسنيو. الا كانت شي كونترا زوينه خصو يقراها مزيان، يقرا مزيان ويعرف لحقاش الكونترا. ميم الكونترا راه كيكتبوا لك شي حاجه ولكن في الاخر كيقلبوها لك، كما قلت لك دابا انا البيبليسيتي كاتبين بيبليسيتي، ولكن قال لك الا بغيتي انت تصيفطي لنا فلوس باش نديروك بيبليسيتي. دابا هما نقولك شنو طرا، دابا هما في الاول تيبان لهم كونكو انك عند ضربه 50 مليون ديال لي فيو 30 مليون ديال لي فيو، تيقولوا هاد السيده هادي صافي غنسينيو معاها، غادا تبدا تجيب لي فيو بوحدها، حنا غنعاونوها بلي كليب يعني غتضرب لنا 100 مليون 200 مليون غندخلوا بها الصرف. في الاخر ماشي داكشي اللي طرا.
هما يتصدموا شافوا ان تراك مثلا كيضرب 200,000 ما كتبقاش هذيك لا كرياتيفيتي كيقتلوها في دماغك صافي ما كتبقاش الانسبيراسيون ديال راسك كتولي روبو ما كتبغيش تخدم ما كيبقاش عندك بحال قبل ما نكون معاهم كنت ندخل الاستوديو تاك 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 يحطوا لي بيت انا اللي كنهضر الوقت اللي قال لك راسك مع لي بيت ميكر انا اللي كنهضر معاهم شنو ديروا لي زانستري تاك 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 فهمتي كندير الكونطرا تولي هما اللي تيقولوا لك هما كيقول لك شنو ديري وهما كيقول لك لا ديري كليب باغ اكزومبل درت كليب هاي ليفل قالك لا ما بغيناش احنا هاي ليفل هما اللي تيقولوا لك تعري في الكليبات لا ما يقولوها ليش واخا يقولوها لي داكشي انا اللي كنديسيدي ما كاينش اللي غيديسيدي بلاصتي نو 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 واش فراسك انا اول مره شفتك في كليب مع سانفارا ديال نونو اللي ضرب واقيلا شي حاليا شي 50 مليون تاع لي فيو ما كيصحابش ليا كاع واش مغربيه قلت هاد الدريه تونسيه ما يمكنش تكون مغربيه على داكشي اللي على داك التوارك اللي درتي في الكليب قلت اوه مغربيه غادا دير هادشي ما غاداش تخاف على راسها واش نتيا عشان خايف مني خديتي ديك الباديره لا ودابا جاوبني بصراحه كون كنتي عايشه في المغرب واش غادا ديري دوك الكليب باش بحكوك سا ديبون كون كنت عايشه في المغرب بيتيتر ما نكونش كاع عندي ستيل فهمتي ستيل ديال حوايجي ستيل ديال فهمتي كيفاش بيرسوناليتي ديالي بيتيتر ما غتكونش غنكون كبرت مع ناس في شكل فهمتي كيفاش غنكون ماشي اوزي انا كبرت لهي شحال من عام انت تما في سويسرا ما عرفتش انا فاش كان في عمري تما كان 7 سنين في عمرك 7 سنين قريت تما شحال عندك من عام دابا حاليا ما تنقولش العام ولكن باقا في لي 20 باقا في لي 20 ما بين 20 30 هكاك ايوا صافي باقا صغيره اللي درتيها جات معاك دابا حاليا ياك بعدا دابا عيط لك سكينه ولا سوكي سميتك سكينه انت يا دجاج سكينه حيت بنت لي ضاربه واحد الطاطو انا مكتوبه فيها رشيده هادي راه لا مامون ماما الله يخليها لك امين شكون هما الروابه مغاربه اللي كتمزكي لهم دابا انت حاليا زعما ضروري نقولها شكون هما الروابه اللي كتعجبوك اللي كتصنتي لهم مثلا بون كاين سنور كاين توتو كاين لانكونو كاين شكون اخر المهم ثلاثة كنديرهم في بلاي ليست ديالي ديرهم في بلاي ليست ديالي اوكي الا جاتك الفرصة انك ديري فيتورينغ مع رابور مغربي شكون هو الرابور اللي قلتيه في هذو اللي تبغي ديري معاه فيتورينغ وتبغي مثلا يكون معاك في شي تراك سولهم هاد السؤال هما شكون هو اللي باغي يغني معايا انا شكون هو اللي باغي يغني معاك ولكن انت شكون هو من تبغي تحطي مثلا شي تراك وانت مرتاحة سولت انا غنقول لك دريك غنقول لك ترافيس سكوت غنقول لك رابر مغربي مغربي بين الثلاثه هادو بين الثلاثه هادي يعني اللي جا مرحبا اللي جا مرحبا بالثلاثه تاعي كيعجبوك وحدين اخرين عاوتاني غير ما نسيتش كيعجبوني ما طاحوش لي دابا في البال مي دابا درنا في دير بلاي ليست غتشوف هذيك ال 24 اور الاخر اللي تسنت لهم غتلقى سنور ولا غتلقى طوطو ولا غتلقى انكوني سيرتو لانكوني كيعجبك حالي ياك هو اللي كيغني عايم كي كيجيك حليوه الحليوه تما مزيان الحليوه ياك مزيان التراكات الاخرين ديالو تمزكتي ليهم ماشي كلهم الصراحه ماشي كلهم لا ياك دابا انت راكبه معايا في الطوموبيل بعدا كاين عندك جواز ولا ما عندك ديال الجواز جواز ديال التلقيح مدرح ولا بري انت كمزوره هو ما نعرف سويسرا كدير اللقاح يعني دايرين مودرنا دارنا كل شيء ما كاين لا ديالكم سميتو داير حنا عندنا مودرنا مودرنا حنا عندنا بزاف حنا انتما كاين مودرنا كاينين بزاف ولكن دابا اللي تيديروه كل شيء هو مودرنا هي مودرنا باسكو مودرنا لقاوها 90% كتحميك اكثر من لي فاكسان كلهم واش دابا انتي كتنصحي المغاربه انهم يشوفوا اللقاح ولا لا ما غنصحش انا كل واحد يدبر راسه فهمتي كل يدبر راسه اللي بغى يدير اللقاح يديروا اللي بغاش يديروا اللي يديروا فوالا صافي هذه كلمه زوينه هذه قلتي انا في الاول عرفتي شحال المرات ما مشيتش تخلعتي في الاول ملي تيجي تقولي اوا ناني عندها شي حاجه تخلعت لا ماشي على الموت اتون ها هي مازال عندي باسكو ما كدير لي رونديفو باش تمشي ياك ها هي شوف باش نوريها لهم شوف شحال من رونديفو درت وايت هاد لي رونديفو كاملين درتيهم وما مشيتي حتى واحد كلهم هاد لو رونديفو درتهم ها هما وما مشيتي حتى واحد وما مشيت حتى واحد من بعد شويه جا كنهضر معايا واحد راجل كبير مازال كنعقل قال لي علاش ما باغاش ديريه قلت له راه خفت وتنانانا وما عرفتش شنو باغيين يديروا لينا مايبي هذا نيو وورلد اوردر ولا باغيين يتحكموا فينا ولا لا لا لا
والله جي بي اس الله يلاه كيقول لك المغرب تيقول لك هذه واحد قال لي ما ديروش راه فيه جي بي اس ناري ملي مع الساينك جي عندك دير. ولكن انا درت جونسون في ضربه واحده صافي ونوض نايض. سولت الطبيبه ديالي وكل شيء قالت لي ما عندك علاش تخافي وهذا واحد الراجل كبير هو يقول لي قال لي مناش خايفه؟ قلت له ما نعرف يكونوا دايرين في شي حاجه يبغيو زعما ينقصوا البوبولاسيون ولا ما نعرف ما عرفتش باسكو كنت في الاول بارانويا كتسمع كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء تيهضر هكا شي كذا ما بقاش عارف شكون اللي عنده الصح. وحده صاحبتي دارتها نطلع هذه كره هنايا هو الصراحه اللي ما عجبنيش انا في اللقاح هو انك يجي كيلقحك ما عارف واش عندك حساسيه واش عندك شي حاجه علاش بنادم كيتخلع. انا صراحه ما كنصح حتى شي واحد يمشي يديرو ما كنصح حتى شي واحد انه ما يديروش كل واحد حر في راسه هذه هي سميتو. من بعد قال هذيك الراجل قال لي فاش كنتي انت صغيره عطاوك هذوك لي فاكسان ديال البيبي ياك؟ قال لي واش عارفه لداخل شنو كان؟ قلت له ما عرفتش. وليك ساعه صغيره ما عرفتش. وكنت صغيره ما عارفاش قال لي ولكن والديك عارفين شنو كان؟ قلت له ما عارفينش. هذاك هو البلان دابا هذاك هو البلان اللي قلتها مؤخرا مع راسي قلت دابا كون بغاو كاع يديروا لنا شي حاجه زعما. راه لا بغاو يديروا شي حاجه غيديروها لك في الماكله. من الصغر ومن الصغر. راه الحليب راه تمشي تشرب الحليب غتبقى فهمتي. الما ديال الروبيني كتقول لك فيه شي حاجه انت ما رمات الروبيني ما تقول لما دك. ولكن جو ريسبكت اللي خاف خاف اللي خاف خاف واللي ما بغاش يدير ما بغاش يدير كل واحد حر في راسه حنا ما كننصحوا حد ما كان فوالا ولكن كل واحد يدير اللي بغى هادشي اللي كاين. ما قلتيش لنا حد دابا راه بزاف تاع الناس دابا غادي يشوفوا دابا هذا الفيديو هذا يعني يقدر يكونوا بزاف الناس واحد الشباب واحد الشريحه من الشباب يقدروا يكونوا مهتمين يعني دابا انت واش مجوجه واش باقا سيليباتير؟ باقا سيليباتير سيليباخير سيليباخير واعر هذه تايف كازا هذا شي هي كازا سيليباخير انا سيليباخير اللي بغى يكتب لي كومونتير لتحت يخلي النيميرو ديالو لادريس ديالو غنمشي نخطبو غدا ولا بعد غدا. انت غادي تخطبي لحقاش دابا كلشي ولا بالمقلوب فهمتي ياك ولا كلشي مقلوب علاش البنات ولاو كلهم بزاف سيليباتير لحقاش كلشي الدنيا تقلبات ولا الراجل كيتسناك انت تعيط ليه فهمتي زعما اي بلاي ذا مان ومزيانه بلاصتو مزيانه زعما انا اللي نعيط وانا اللي نجي صافي ودابا خرجت من راسي قلت صافي تا انا لا عجبني شي واحد نمشي نخطبو من عند دارو. دابا ما عاجبك حتى شي واحد دابا؟ لا والو والله ما عرفت واشوف اشوف بلاتي هو واحد تيتيز الوغ سكينه نوصلوا واحد دابا قربنا ان شاء الله نسالوا الحلقه وخمس خيناش بيك شنو هو الجديد ديالك حاليا؟ الجديد انا دابا في ستوديو من ستوديو ستوديو يلا خرج دابا من عند هذاك الليبل قلت لك راه صافي دو سمين باش خرجت من عندهم وما داروا الصراحه ما خرجوش معايا العيب ما والو خرجوني من الكونترا داروا معاك مزيان داروا معايا مزيان انت درت شحال تاع الوقت؟ عام ضربت ضرب بك عام وخرجتي بغيت تخرجي صافي قالوا سير ما قالوا لي حتى حاجه ايوا الحمد لله زعما ماشي يكونوا بحال كاش وحدين اللي كيتفاهموا اما كاين شي وحدين راه تيكونوا ديك لوز في الكونترا باش تخرج خاصك انت تعطينا واحد القده وقده باش تخرج دابا غدوز ليا لواحد لاجونس كاينه هنايا سميتها زرقتوني دير بيا باش نجلس غتجلسي غتزيدي علاش ما غتزيدي؟ غنزيد لاخاطش خصني نلقى التيتيز قلت لي راه قلت لك تقلبي على شي صاد كازاوي كوا عطيهم الانستغرام ديالك اختي عطيهم الانستغرام ديالك انا راه مجوج مولا وليدات انا لا 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 انت ما هضرش عليك انت عطيهم اختي الانستغرام ديالك هبطوا لتحت في لي كومونتير خليو خليو لي كومونتير وغنكتب لكم شنو مازال شي حاجه راه قلت لك انا شنو هو المواصفات اللي بغيتي في هذا الراجل هذا باش يكون مريض يكون مريض يكون مريض يكون هنا ما عنده والو يكون كريزي كريزي ما عندوش شي واحد يكون زعما كاين مستيلي مسطي ليح الوراء فوالا اوكي المهم الدراري اخبار في راسكم ماشي هذوك بابا ومامون فرونسي هذوك راه ما الدراري وريقات ديال سويسرا وديري ليه وريقات وريقات السبيطار ما دريش ليه وريقات ديال سويسرا لا وريقات السبيطار ندي بعدا السبيطار شويه بعدا ديك الساعه نشوف الا دار عقلو نديه بقى هبيل غنخليه في السبيطار وغنمشي بحالي صافي تهدي مزيانه شي كلمه اخيره لي فان ديالك لوف يو سو ماتش دخلوا شوفوا سوكي شايك سمعوا الموسيقى موسيقى مازال بيتيتر ما سامعينهاش تفرجوا في كليبات ديروا ابوني في انستغرام كتبوا لي في انستغرام سو اي نيد نيو كوميونيتي بغيت ناس جداد مغاربه شنو عندي مغاربه يس اوف كورس مغاربه اوكي انت بنتي معروفه في تونس بزاف انا معروفه في تونس معروفه في الجزائر معروفه في والمغرب اللي بلادك معروفه في هولندا معروفه في فرنسا معروفه لالمان لا سويس
ما الله ولكن كازا بلانكا معروف راه دار تسطيه ورات السطيره. لا ان شاء الله شوفي غادي يوليو يعرفوك المغاربه ان شاء الله كاملين. مرحبا بك في اي وقت في كازا وتنضربوا لكم ان شاء الله موعد جديد مع فنان جديد مع ارتست جديد وديما وي ار ستريت ارت فور لايف بيس. وديني ناكل دجاج.